فتح الباري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني مقدمة فتح الباري. في المقدمة ماذا يقول؟ وقد استخرت الله، هذا في المقدمة. مقدمة إذن عندنا فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. في المقدمة يقول: وقد استخرت الله تعالى في أن أضم إليه نبذا شارحة لفوائده موضحة لمقاصده، وأقدم بين يدي ذلك كله مقدمة، وينحصر القول فيها إن شاء الله تعالى في 10 فصول. الأول، يعني أنا أقتبس مما قاله في المقدمة، الأول في بيان السبب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب على هذا الكتاب، الثاني في بيان موضوعه، الثالث تفجينا الأول في بيان السبب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب، أي على تصنيف كتاب البخاري، في بيان السبب الباعث للبخاري على تصنيف هذا الكتاب كتاب الصحيح، الثاني في بيان موضوعه، الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته للحديث وتكراره. التفت جيدا في فتح الباري في المقدمة يقول: هو الذي يعترف، هو الذي أنا لا أفتري وغيري لا يفتري على البخاري. التفت فتح الباري شرح صحيح البخاري في المقدمة يقول، يقول الثالث الفصل الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه، في تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته للحديث وتكراره. إذن يقول في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته للحديث وتكراره. إذن هذا هو الذي يقر ويريد أن يدافع، يقول بأن البخاري، يسلم بأن البخاري يقطع الحديث ويختصر الحديث، إذن يتصرف في الحديث، يبتر الحديث، ينقص الحديث، يقطع الحديث، يقتطع من الحديث بما شاء، بما يريد، حسب ما يشتهي، حسب ما يبني ويعتقد به. إذن كم من المقاطع حذفت، كم من المقاطع دلست بناء على ما يريد، بناء على ما يعتقد، بناء على ما يجتهد. هذا ليس بكتاب حديث، هذا كتاب برأي، كتاب فقهي، كتاب أحكام، لا يمكن أن يعتمد ككتاب حديث، لأن فيه التقطيع، فيه الاختصار، فيه التصرف الشخصي، فيه الاجتهاد. إذن يقول الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته للحديث وتكراره. الرابع في بيان السبب في إيراد الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة، مع أنها تباين أصل موضوع الكتاب. التفت جيدا. إذن ماذا عنده؟ أيضا هنا يعترف ويقر، يقول الكتاب أصل موضوع الكتاب إنه صحيح الصحيح، وقال أنا لا أتي إلا بالصحيح، وما في هذا الكتاب هو الصحيح والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال، من أفعال، من مواقف، من سنن، من أيام. إذن يقول، إذن هو تحدث عن الصحيح وقال إذن موضوع الكتاب هو الصحيح، ونحن نقول ليس كل ما في صحيح البخاري، ليس كل ما في صحيح البخاري صحيحا، لسنا نحن من نقول. إذن هم يقولون، من يدافع، من ينتهج، من يسير على نهج البخاري، من يشرح كتاب البخاري، هو الذي يقول، يقول يسلم بأن البخاري قد أتى بأحاديث معلقة وآثار موقوفة، وهذا يبين أصل موضوع الكتاب، فيقول أنا سأبرر لماذا أتى بهذه الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة، يعني لماذا أتى بأشياء غير صحيحة ووضع هذه الأشياء غير الصحيحة السقيمة العليا وضعها في كتابه ويقول هو صحيح. التفت، هذا إقرار، هذا اعتراف،